طلبتنا الأعزاء، طلبة المرحلة الرابعة. وعليكم السلام دكتور، وعليكم مرحبا. السلام دكتور. Today talking about the last lecture within infectious disease that are cutaneously transmitted. تبقى عندنا محاضرتين about dysentery، واحدة منهم الشيغلوسيس والباسيلر dysentery والأميبيك dysentery. إن شاء الله اليوم نغطي واحدة من عندهم، والأربعاء تكون المحاضرة الأخيرة يعني بالانفكشيوس ديزيز. ف today talking about within the first lecture talking about the anthrax. Term anthrax derived from Greek word anthracos. Anthracos يعني meaning cold. أول outbreak وهو نعتبره major outbreak صار بال 1613. At that time killed 60,000 persons. هذول 60,000 فكان يعني في عدد مهول من الوفيات due to anthrax. أكفد يعني إيش كملاحظة about anthrax. It is the first disease conclusively proved to be caused by microorganism. سابقا ما يعرفوا الميكروأورجانيزم، وأول disease تقريبا استنتجوا على أنه أو استنتجوا بإثباته على أنه caused by microorganism. في نفس الوقت هو first bacterial disease اللي effective vaccine was developed. Anthrax واحدة من ال leading potential agent in bioterrorism أو البايو وارفير. تعرفون أنتم البايوتيريزم؟ بايوتيريزم دكتور الحرب البيولوجية، الإرهاب السلاح البيولوجي. البيولوجي. نعم هو الإرهاب البيولوجي هو نفسه اللي يقود للحرب البيولوجية. شلون ما أقول الحرب النووية والكيميائية وهذا كل الإرهاب البيولوجي والحرب البيولوجية. Anthrax أكفد يعني full description about its time trend قبل لا ينطون الـ animal vaccine. فكانت في الأعداد تقريبا بال 1955 بالـ United States. كانت تصل إلى 60 يعني. وبدأ هذا العدد بعد الـ introduction of animal vaccine باعتبار الـ animal يعني هو الـ reservoir مالته أو الـ intermediate host. بدأ بالـ reduction بعدها after introduction of human vaccine. الأعداد باعولها بال 1975 بدأت تقل بنهاية السبعينات بداية الثمانينات. العفو في نهاية السبعينات أكفد أعداد ملحوظة كانت، في الثمانينات بدأت تصل حتى للزيرو بال 85 عندنا some cases، بال 1990 عندنا some cases، بال 1995 أيضا وصلت للزيرو، وال 2000 هسه إن شاء الله نحكي لكم القصة مالتها شلون صعدت بهالعدد هذا بحيث كانت عندنا more than 20 cases. هذه هي التايم تريند اوف anthrax ان يونايتد ستيت. anthrax از اكيوت انفكشن، ما عندنا كرونيك انفكشن اوف anthracos. اكيوت انفكشن ديزيز كوز باي سبور فورمينج بكتيريوم اللي هي الباسيلس انثريسس. موست كومنلي اكل وورلد وايد دومستيك لور فيرتبريت. كان انفكتنج ذا كاتل شيبس جوتس كاملز اند اذر هربيفايرز. الهربيفورز هي الحيوانات اللي تقتات على الأعشاب، but can also occurring in human when they are exposed to infected animal. يعني من هذا الكلام نفهم على أنه human is a further target، هو مو هو المين تارجت for the anthracos. When they exposed to infected animal or tissue from the infected animal. Other name of the disease اللي في التسميات عدة، واحدة من عندهم هو wool sorter disease وال rag picker disease. rag picker disease وال wool sorter disease باعتبار هو يعني جزء من way of transmission كان transmitted by the products of the animal. جزء من هذه هي ال reservoir of the infection هي الانيمال cattle, sheep, goats and pigs. Animal products also
كان بي بارت اوف يعني واي اوف ترانسميشن، كان يكون هايدز سكن هير اند بوتنشال سورسز اوف ذا انفكشن. بالنسبه لل اكفد سبيسيفيك لابس اكت ريجاردينج ذا انثراكس، جزء يسمونه سبوريوليشن، سبوريوليشن ويتش اكرينج وذين ذا جاتس. بعد السبوريوليشن اكو يعني افتر باسنج ليديفيكيشن ذا سبور ويل ريمين وذين ذا انفايرمنت. بعدين من يصير انجلفينج اوف ذا هيرز، هنا يصير ذا بروسيس اوف جيرمينيشن اللي هو الانترنس اوف ذا جيرم وذين ذا جات اوف ذا هوست. بعدها راح يصير عندنا المالتيبليكيشن اوف ذا باسيلاي، مالتيبليكيشن اوف ذا باسيلاي اللي هي الباسيلس انثريسيس، عندنا توكسيوم كبسول والاس لاير والستريس فاكتورز. هذول هم اللي نقدر نعتبرهم المين فاكتور فور ذا ديفلوبمنت اوف ذا ديزيز وذين ذا انيمال. Regarding the human transmission or life cycle for the anthrax, عندنا احنا three types. واحدة بيهم نسميها cutaneous anthrax، وواحدة بيهم intestinal، وواحدة inhalational. Intestinal inhalational main route of entry was through the gastrointestinal tract or respiratory tract، يعني through the mouth or the nose. Cutaneous لازم اكو فهد skin abrasion او skin wound حتى يعني يكون في البيئة ملائمة أو جيدة for the development of يعني germination. من يصير contamination بالسبور المفروض أكفر the skin wound or abrasion. The vegetative form of anthrax عندنا السبور وعندنا the vegetative form. The vegetative form لازم يصير في the specific exposure to oxygen حتى تحول لي الى يعني السبور يتحول لي الى الانثراكس. الدخول للانيمال ثرو ذا انجستشن اور انهيليشن، انجستشن اور انهيليشن يكون هذا هو البورت اوف انتري تو انيمال. كوزاتيف ايجنت انثراكس باسيلس انثريسيس، مثل ما قلنا الانثراكوز ان جريك وورد ويتش مينينج اكو ات از ا جرام بوزيتيف بكتيريا، جرام بوزيتيف بكتيريا ثروت شيب فورمينج سبور اون وذ كونتاكت تو اوكسجين، مجرد ما يعني يصير بها فد اكسبوجر تو اوكسجين راح تكون لي السبور، عمليه اسمها سبوريوليشن. هي نون موتايل، عندنا تو ستيت فور والثانيه هي السبور. Vegetative form هي نعتبرها يعني ال cause of infection via toxin production. Sporing أو spores هي يعني نفس ال vegetative form بعد ال exposure to oxygen راح تنطيني راح تنطيني ال السبور اللي هو يكون having a specific protective efficacy in adverse environment. It's also may subsist for years. من هذه الخاصية استفادوا من عندها بالإرهاب البيولوجي، بإمكانها أن تبقى معلقة بالهواء لسنوات، وأكثر من الروبورت كان remain for 50 years. Incubation period تعتمد على الفورم اوف انثراكس رينج 1 تو 7 دايز، ولكن بامكانها تمتد الى 60 دايز اللي هي 2 مانس. فورم اوف انثراكس وي هاف 3 مين فورم، اول وحده كوتينيوس فورم اوف انثراكس او كوتينيوس انثراكس. Incubation periods range from 1 to 12 days. Most common form هي هذه تقريبا تمثل لك 95% من الانثراكس. تصير على شكل بابيول، بعدين فيزيكال، بعدين نكروتيك ألسر، وهالنكروتيك ألسر اللي في الديسكربشن اللي يسمونه الإشار. هذا الإشار بلاك سنتر بيفد يعني أو هاي اللي ميمك تو كوتينوس ليشمانياسيس، دائما هي بين ليس باعتبار الأريا هي نكروسيس. تصير داير ما دايرها كفت significant edema surrounding the lesion بسبب toxin production وال
انفلاماتوري اليرجيك رياكشن، وهذا الانفلاماتوري بروسيس كان اكستندينج تو نير باي لينف نود حتى تسبب لي لينفادينوباثي. كيس فيتاليتي بدون انتي بايوتكس كان ريتشنج تو 20%، يعني 20% من اللي يتعرضون للانثراكس اذا صار لي ديسكفري وما سوينا لهم جود ميديكال انترفينشن راح تكون الفيتاليتي مالتها من 5 الى 20%. بينما وذ يعني بروفيجن اوف انتي بايوتكس راح تكون ليس ذان 1%. كوتينيوس انثراكس بيها في الكلينيكال كرايتيريا اتس هايلي سجستيف اوف كوتينيوس انثراكس. الاولى هي البين ليس ذا بريست ulcer covered with black ischia. ثانية surrounding edema out of proportion to the size of the ulcer. أحيانا تشوف الألسر صغيرة كلش والإدمة يعني في البيك أو هيوج إدمة surrounding the area of ulcer. من تجي تاخذ تسوي هيستوباثولوجي لو أحيانا في السكراب سواب تاخذ من الأريا تشوف نيتروفيلز وخصوصا إذا كان عندنا فيزيكال فلويد اريد اسوي الاكزامينيشن هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن راح نكون يعني نلقى في لارج نمبر اوف نيوتروفي. الباوع هنا هسه مثلا عندنا في ماني السر الادمة باوع هذه الالسر وهذه سراوندينج ادمة ايضا هنا مالتيبل سايز اوف السر وذ احنا قلنا يعني ديسبروبورشنال ادمة ما تعتمد على السايز اوف الالسر. هذا السايز عندنا بيج السر بس الادمة مالتها قليله بينما هنا الالسر ذا سيم سايز ولكن في نفس الوقت الادمة هي اكثر. اكو بيها في سبيسيفيك ستيجنج اللي على اساسها بامكانك تنطي كلينيكال بروجريشن. هذه الالسر هي within the 5 days of exposure بعد هنا باو ادماتس ريد سكين within the 7 days ما بعد ما تكون الإشاء. بعد هنا عندنا ريدكشن within the edema ولكن في نفس الوقت الألسر راح تكون في وايد اوبننج ألسر with بلاك سنتر كلاتر انفورميشن اللي هو راح يكون لي تقريبا area of necrosis. بعدها هو هذا من اليوم العاشر الى اليوم ال 12 within the day of 15 هذا هو ال HR formation for the necrotic area. إن شاء الله يعني واضحة الكوتينيوس أنثراكس. عندنا النوع الثاني اللي هي gastrointestinal أنثراكس. gastrointestinal incubation period shorter than the cutaneous anthrax. range مالته from 1 to 7 within the first day of exposure the patient might be develop the gastrointestinal tracts او احيانا اذا كان number of spores small راح يكون عندنا within the first week او within the last day of the first week. pharyngeal involvement باعتبار هو port of entry through the pharynx راح يكون هنا عندنا oropharyngeal ulceration وهو هذا المين complaint for the patient with gastrointestinal انثراكس. اكو فد رياكشنري سيرفايكال انفادينوباثي فيفر اللي هي كاركترايز باي هاي جريد فيفر. عندنا انتستانال انفولفمنت راح يكون يعني سبور او فور ريتشنج تو جاسترو انتستانال تراكت. راح تكون عندنا في سيفير ابدومينال بين فوميتنج. بيشنت هنا كونفيوجن وذ بلادي دياري. Bloody diarrhea واحدة من المين descriptive form of acute gastrointestinal anthracis. Case fatality is very high case fatality تصل من 25% إلى 60%. بالdeveloped countries بإمكانها تكون minimum case fatality ولكن بالdeveloped countries بإمكانها تكون ال high case fatality. هذه هي form of undercooked يعني هذا سيكال ليجن صاير. هنا عندنا هو الاوروفرنجيال انثراكس باوع هذه الالسريشن اللي حكينا عنها بالاوروفرنكس واكو فد
هذا الوايتش ديسكلريشن اوف اريا، وهذا سيرفايكال لمفادينوباثي ارشال دايجنوستس اوف سولينج اوف ذا اون سايد اوف ذا نيك. سيفير ادمه اللي هي مسؤول ريسبونسبل فور ذا بين اوف ذا ابدومينال بين، وهذا السكشن الماخوذ هنا مال كاديفرز باوعل الاروز باوعل النكروتيك اريا اللي تعطينا ساين اوف سيفير انفكشن. النوع الثالث اللي هو بولمينري او انهيليشنال انثراكس، انكوبيشن بيريدز اولسو سيميلر تو ذا جاسترونتستينال تراكت انفكشن باي انثراكس، هم 1 تو 7 دايز، اكيد تعتمد لنا على يعني النمبر اوف انترز فيجيتيف فورم اوف انثراكس. اول ما تبدي في البرود رومز اوف كف مايالجيا فتيك اند فيفر. بيشنت هنا يعني انيوجوال ديتيريوريشن، بحيث يصير لي رابيد ديتيريوريشن، ما قصد شيء تقريبا شبيه ب ما عدا الفيجرس انفكشن يصير لي بالاميون ديبليتيتد بيشنت. بيشنت هنا باسنج تو فيفر ديسنيا سيانوسيس شوك، وعندنا اكو راديوغرافيك فايندينج يصير بها ميدياستاينال وايدنينج. كيس فيتاليتي از فيري فيري هاي، كيس فيتاليتي كان ريتشينج فروم 80 to 90% بدون انتيبايوتيك تريتمنت 75، والانتيبايوتيك تريتمنت 45 صارت لنا بال 2001. مع العلم كان اكو الارم على انه هذا يو اكسبوز تو انثراكس. ايضا هم سيرفيس فد لوكال او ريجنال لمفادينوباثي. ضاع هنا الميديسان وايدنينج بلورال فيوجن، هذا واضح جدا يعني بتشيست اكس راي فور انهيليشنال انثراكس، هذا الفيوجن وهذا الميديسان وايدنينج. ضاع هنا الميديسان وايدنينج صاير هنا الفيوجن شوي ما كلش ظاهر بالاكس راي. هذه اكسنتويشن اوف برونكو فاسكولار ماركينج، هذه عندنا ديسيمينيتد انفكشن اكون فلترت بروسس صايره هنا بالاريا، وايضا عندنا فلترت بروسس هنا. اوكي اكو يعني part of disseminated anthrax whether gastrointestinal or inhalational اللي راح تسبب لنا meningitis، واكثر شيء due to inhalational، وهذا هو الهيمرج hemorrhagic meningitis بقى هنا discoloration of the يعني meningeal layer due to bleeding or hemorrhage that occurring as a sequelae or complication of inhalation of anthrax. Geographical distribution Bacillus anthracis found globally. Central and South American, Southern and Eastern European countries in Asia, Africa, Middle East, countries with poor veterinary medicine and public health program. Also occurring in animal within the United States. المناطق للأنثراكس نوزعها إلى epidemic وendemic. الendemic اللي هي regularly affected، وهنا الepidemic اللي يصير بها wide spread in animal بالنسبة للepidemic. الexposure بصراحة أو عندنا إذا أردنا self revision للnatural history اللي هي من الأنثراكس لحد الفيت. أكفد some factors that influencing the natural history of the disease. الأول هي occupation of the affected individual. Amount of microorganism, infectious dose، حتى يصل infectious dose المفروض أكفد specific exposure من 8000 إلى 10000 spores. Spore size 2 to 6 may bind to larger part particles اذا صار بها في specific binding، هالبايندينج هذه والله ترانسمت. اكو specific host factors اللي هي نعتبرها الرابعه، general health age pre existing condition
immunization status كان يكون مثلا patient عنده previous exposure او هو اصلا immunized. وهايجينيك براكتس تريتمنت، كل ما كان برومت تريتمنت بدون ديلي، ابروبريت تشويس اوف انتيبايوتكس اكيد راح يقلل الفيتاليتي. انثراكس حال انفكشن ديزيز اكو بوبيليشن ات ريسك نعتبر اللي هم اجريكلتشرال ذوس هو ار اكسبوز تو انيمال. عندنا لابراتوري اكسبوجر بروسيس او بروسيسر اوف فولز بروسيسر اوف هير اوف انيمالز بروسيسر اوف هايد بون اند انيمال برودكت. مجموعه الفيترنري اللي هم ميديكال بيرسونيل فيترنري ميديكال بيرسونيل، وعندنا البيولوجيكال وير اند بايو تيريزم المجموعه اللي يعني يكونون مشرفين على قضايا الارهاب البيولوجي. As a يعني simple approach for the diagnosis and the test for anthrax antibody test, اكو quick antibody test strip ELISA واكو blood test microscopical analysis culture يا اما من البلد او اكسوديت DNA test PCR environmental sample وswabs and whips. بصراحه اكثر كتالوج يعني كان يتوزع بالعقود السابقه او انثراكس تيست وورك. عندنا اذا نجي للاول هذول هم البروبر تيست، الاول اللي هو كويك انتي بودي تيست سترب، كويك انتي بودي تيست سترب سبيد اتس ايزي فيلد تيست 15 minutes accuracy then can and solid detection rate more than او 95%. ولكن السامبل سواب احيانا fail to pick up the bacteria. هو هذا هنا يعني يحتاج اول trained technician. sterile swab would on nostril اكثر suspected powder وسواب سواب العفو on possibly contaminated surface. نخلطه ويا الووتر وبعدين دروب اون ذا تيست كيت تقريبا في شيء شبيه باللي جاي نستخدمه سرا للتيست فور ديتكشن اوف ذا اي جي جي واي جي ام فور كوفيد. هذا الكيت راح يكون عندك به نتيجتين، يا اما ما تطلع عن ثراكس وتشوفون الكنترول اللي هو الريد لاين، او الانثراكس بكتيريا بريزنت راح تعطيك هل تو ارياز اوف ريد ديسكلريشن. هذا الاول. الثاني الايزا انتي بودي تيست هم يشبه السترب ولكن لازم نسويه باللاب، سرعته عاليه جدا، اكيورسي اكثر اكيورسي من التيست سترب. في نفس الوقت يعني بامكان ان يعطينا مور ذان 95% diagnostic accuracy. blood antibody test person blood tested for anti anthrax antibody. هذا السبيد مالته برومتس also but may repeated weeks later accuracy may miss early infection. طبعا هم الانتيبوديز كل may miss early infection does not tell when the person exposed to anthrax. الرابع اللي هو microscopical examination ايضا ذات سرعه عاليه جدا may miss early infection before germ enter in the blood او ulcer develop. cannot detect the dormant anthrax spores. هذا blood ناخذه او احيانا spinal fluid sample ناخذ سواب من السكن ألسر أو suspected substances نسويها في specific stain chemical chemical substances examined under the microscopy. إذا طلع إن الأنثر yes أو no، ال yes هي بكتيريا اللي هي road shape turn purple، وال no اللي هي الأنثراكس بكتيريا not found. البعد اللي هو البكتيريال كلتشر، بكتيريال كلتشر هنا سامبل بوت ان ذا كلتشر ديش و
with proper nutrient أو specific nutrient to anthrax bacteria. نخليه درجة حرارة من 24 إلى 36 درجة حرارة، العفو، نخليها في وقت من 24 إلى 36 ساعة. هذا هو of the bacteria appear. والبكتيريا إذا طلع لي نيجاتيف معناها البكتيريا not develop. الأكثر واحد specific اللي هو DNA، هذه بصراحة ياخذ وقت أكثر ويحتاج في advanced lab technologies. الأكيورسي مالته تقريبا 100%. sample mixed with chemical substances in mirror image of anthrax of DNA. إذا two react sample contain anthrax، وإذا لا معناه ما عندنا sample، ما عندنا الأنثراكس. هذا السورس أيضا موجود إذا أحد يريد يطلع عليه. أو for the tests used in diagnosis of anthrax. Preventive measures, immunization للمجموعة اللي نعتبرهم high risk with cell-free vaccine. نعطيهم live attenuated vaccine. live attenuated vaccine شباب إن شاء الله يعني وياي. إذا أحد يقدر يتذكر لمجموعة الـ high risk persons. High risk persons. دكتور فيترينيان، جمعة الطب البيطري، اللابراتوري. نعم بعد. المزارعين. تربية المواشي والحيوانات. نعم. Agriculture. Agricultural بعد. Military. Military نعم بعد. والمجموعة اللي هم dealt with the يعني bio warfare tools. هذا الفاكسين هو قلنا live attenuated vaccine. بما انه live attenuated vaccine اكو يفيد specific caution. منو يقدر يعطينا هالكوشن هذا؟ او contraindication اصلا. شباب؟ بس ما اريد الجماعه نفسهم يجاوبون كل مره، مصطفى ومحمد. دكتور نوماين، نطر الشغله للناس اللي عندهم ميون كومبرومايز ايشو يعني مثل اتش اي في. جيد. هذا اصلا هو ماخوذ من كلتشر فلتريت كونتيننج ذا بروتكتيف ايجنت ريكومندد فور لابراتوري وركرز اند بروتكت ذا ميليتري بيرسونال. الجزء الثاني بالبريفنشن اللي هو education. education about the mode of anthrax transmission. anthrax transmission من يقدر يعطينا اياها على السريع؟ دكتور، ما يخص الكوتينوس انثراكس. الكوتينوس انا هذا نقدر نسيطر عليه. والله انهاليشنال سو ديفيكولت تو بي كنترولد. انهاليشنال، ولكن بالماسك او احيانا مثلا باللفاف اللي يطلعون بالاجريكلتشرال فارمرز، هذا يمكن واحد يقدر يسيطر على الانهاليشن. الكوتينوس لا اقصد سبيسيفيك وند، يعني قدر الامكان يو ادفايز ذي unless you cleaning and covering the wound properly do not going outdoor. بعد من ال preventive control measures control of the animal anthrax by annual immunization of animal at risk. treat symptomatic animal do not necropsy. what is the meaning of necropsy of the animal. دكتور، يعني حرق الحيوانات او هيك شيء. The preferred disposal technique is to incinerate the carcasses at the sites of the death. هو هذه افضل تكنيك، تدفن في مكانها وبعمق. Affected premises of the area should be quarantined to prevent the infected animal from being marketed. من ضمن ال preventive control measure اللي هي disinfection of the material contaminated with Bacillus anthracis that had complicated by resistance spores. However, a variety of procedures are effective. عندنا dry heat, steam under the pressure,
جاما راديشن اند كيميكال سبستانسز هذه اللي نقدر نسيطر بها على as a tools for the disinfection of material that are contaminated by anthrax. Control in general هي obligatory case report. Obligatory case report شباب بالنسبة للكيس ريبورت انتم شايفين يعني اقصد اخبار فوري يصير. احيانا هذا ينزل من ضمن الليست اللي هي obligatory. هنا أنا even a single case you must doing the case report of anthrax وخصوصا inhalational time. Concurrent disinfection, إذا أحد مطلع على التعريف مال concurrent disinfection of the discharge. Concurrent disinfection. الشباب البقية عيني. زينب، زينب عمران، علي عامر، يعني تطهير متزامن؟ يعني هو هذا الترجمة الحرفية العربية له، ولكن يعني نقصد به. إيش نقصد به؟ علي حافظ. هو ادري بك طلعتها بسرعه حسب اسلام. اسلام شباب في نهايه كتب الكوميونيكابل اكو ليست اوف ديفينيشنز هي طاقمها يعني دكتور مسلم بالمحاضره الاولى. اوكي هل الكونكرنت ديسانفكشن يعني فور ذا ديسشارج اوف انيمال contact هنا needing immunization or no, there is no need for immunization of the contact. طبعا sort of infection must be investigated thoroughly. Specific treatment, why antibiotics يشتغلون على الانثراكس, specific treatment such penicillin, tetracycline, erythromycin, ciprofloxacillin, doxycycline for inhalation of anthrax. Okay. بروفيلاكسز شخص اللي يشتغل يعني بهالفيلد هذه خوما تقول له يعني والله لوجود الانثراكس يوالله بريفنت ذيم فعندنا بري اكسبوجر كيمو بروفيلاكسز وبوست اكسبوجر كيمو بروفيلاكسز within 24 hours of the exposure of if possible تنطي سيبروفلوكساسيلين او دوكسيسايكلين انتيبايتكس. بعد هذا حتى ما تنساها اطول فتره فور ذا يوزج اوف انتيبايوتكس نستخدمها بوست اكسبوجر اوف انتيبايوتكس بوست اكسبوجر بروفلاكسس فور انتراكس. ماكو انتيبايوتك نستخدمه 60 يوم ما عدا بهال كيس هذا بدون فاكسينيشن. واحيانا نعطي انتيبايوتكس فور 30 دايز ل 30 يوم وذ 3 دوزز اوف فاكسين. هذه بالنسبه يعني دراسه مسويها على الانيمالز. منو اللي ننطيهم البري اكسبوجر العفو البوست اكسبوجر بروفيلاكسيس؟ anyone exposed to anthrax. anyone exposed to anthrax contact ماكو داعي ننطيهم unless exposure. فاكسين بالنسبه للفاكسين اكو بها دوزج سكيدجول عندنا 6 دوزز سبكوتينيوس انجكشن 0 دوز باليوم اللي هو صاير بي اكسبوجر او سوى له كونسلتيشن كان يكون هو يريد يسوي بري اكسبوجر بروفلاكسس بالاسبوع الثاني والاسبوع الرابع الشهر السادس ونهايه السنه وسنه ونص. هذا تشبه من اكو فد سكيدجولز ولكن خلينا نبدل كلمات الويك والمان. دكتور الريبيز لو لا 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 الريبيز يا ذكر الريبيز يا يوم زيرو يوم ثلاثة يوم سبعة جاب يحطوا ياها ما ينصب لاسمو هذا السكيدجول يعني مار عليكم هسه اذا تسوون في رابيد ريفيجن للفاكسينيشن بروتوكول بالعراق ترك العالم يعني ها شباب سو البوليو فيروس
بي 0 بي 2 بي 4 وبي وبي بعد شنو البقيه بوستر. انوال اللي هو اليرلي بوستر دوز هاد بي ريكوايرد. اوكي شباب بعد احنا حكينا يعني استخدموها جزء من الارهاب البيولوجي انثراكس بايوتيريزم اتاك اللي صارت بالولايات المتحده في في عام 2001 اللي هو تم يا مواليد يعني عمركم هسه 22 مو 22 سنه اي اي شباب يعني جزء تبنت هي هذا الحرب البيولوجية اللي صارت على الكونغرس الأمريكي تقريبا 22 كيسز 11 من عندهم انهاليشنال و11 من عندهم كوتينيوس بأربع ولايات صارت باسيلس انثريسيس سيند ثرو يو اس ميل. الميل كان يعني بصراحة على شكل رسائل خطية مكتوبة ومطبوعة يعني طباعة كل الإكسبوجر occurring in male sorting facilities and sites where the mail was opened. هذا الرسائل اللي وصلتهم إلى أشخاص معروفين ممثلين بالكونغرس الأمريكي. هذه هي رسائل مصورة إذا نقرأها في يوم 9 أو 9/11/2001. This is the next. Take penicillin now. Death to America. Death to Israel. Allah is great. الرسالة الثانية. You cannot stop us. We have this anthrax. You die now. Are you afraid? Are you afraid? العفو. Death to America. Death to Israel. Allah is great. وهذا الإيميل الثالث اللي هو سيناتور هذا حتى اسمه كاتبينه ومنطين العنوان بحيث يصل على شكل يعني رسالة بريدية من يفتحها راح يصل الإكسبوشر إنهاليشنال. بصراحة هنا باعتبار أكو فد ألارمينج إلها لذلك الفيتاليتي ما كانت بحال حال الفيتاليتي البقية. إحنا الفيتاليتي اللي نعرفها بالإنهاليشنال أنثراكس تصل إلى 90%. هنا أنا باعتبار صار إيرلي إنترفينشن وبذلك الفيتاليتي مالتها كانت يعني وصلت إلى 45% وكوتينيوس أنثراكس موست أوف ذيم آر كنترولد ويل. شباب لهنا انتهت محاضرتنا الأولى. أحد عنده في السؤال على الأنثراكس؟ نعم دكتور. دكتور بالنسبة للتايبس اللي هن قلنا إنهاليشنال وغاسترونتستينال وكوتينيوس لأن كل هني صنم بسبيشيز واحدة أو كل واحدة لها سبيشيز خاص بها؟ الصوت جاي بقطع أنا ما سمعت أي شيء هسه بقى هسه من هو اللي يتكلم بلا زحمة بس خلي لا مصطفى صار هسه بس النت يعني شوي عندنا هنا أنا أنستيبل يمكن طفت كهرباء وجت. أوكي هسه نعم تفضل دكتور. تايبس اللي هن الانهاليشنال والغاسترونتستينال والكوتينيوس كل وحدة تصير بسبيشيز واحدة لو كلها نفس السبيشيز؟ نعم لا هو هي كلها باسيلس انثريسيس ولكن طريقة الإكسبوجر تختلف. كلها باسيلس انثريسيس العفو. وطبعا هنا بالنسبة قصدك يعني السترينز مالتها لو مصطفى. نعم دكتور مصطفى هي كلها تقريبا يعني سترين واحدة. اكو سترين واكو سيرو تايبس ان السترينز مالتهم كلهن وحده ولكن شوف التمود اوف انتري يختلف. اذا كان الدخول مال السبور عن طريق الجاسترو انتستاينال الكم اللي يوصل لنا من 8000 الى 10000 سبور دخل بالجاسترو انتستاينال فهذا هنا البيشنت ويل ديفلوب جاسترو انتستاينال انثراكس.
اذا كان الاكسبوجر يعني عندنا ووند وصار بي او ابريجن وصار بي دايركت كونتاكت بيشنت ويل ديفلوب كوتينس، واذا دخلت بالريسبيراتوري راح تكون انهاليشن. اوكي تمام دكتور، شكرا جزيلا. دكتور بحالة الانهايلر او الريسبيراتوري انثراكسس او الحرب البيولوجية نحتاج كوارتين؟ يعني اذا شخص صار ريسبيراتوري نحتاج نخليه تحت العزل، يعني نعزله عن ال نعم. هو بابا انت عندك البريفنشن واضح جدا، يعني انت المجموعه اهم شيء عندك الكيس ريبورت اوبليجاتوري كيس ريبورت، هذا الاخبار مالت حتى يكون عندك تاخذ الكوشن كله. البيشنت هنا اللي هم يصير لهم يعني جاك وقال لك مثلا انا صار عندي اكسبوجر او مثلا عندهم فد انيمال ديث والفيترنري اخبرك على انه جاب بالمنطقه هذه انثراكس، وهو الشخص مثلا كان يكون الراعي او ابو المواشي او غيره، صار عنده فد سبيسيفيك اكسبوجر. هنا الاكسبوجر انت تحاول تفتهم من عنده قدر الامكان، هل هو يعني فد فيجرس اكسبوجر او يعني فد يعني حيوان ساكن عندهم يعني العفو عايش بالمزرعه وبعدين صار لديث. البيشنت هنا انا اندر مونيتورنج وتطيل بري اكسبوجر بروفلاكسز اللي هي الفاكسينيشن، وماكو مشكله اذا تبدي له بالبري اكسبوجر بروفلاكسز العفو البوست اكسبوجر بروفلاكسز اللي هي كيمو بروفلاكسز. الكوارنتين احنا ما عندنا ترى بيرسون تو بيرسون، ماكو بيرسون تو بيرسون، ولذلك انا مأشر لك نوت فور كونتاكت اوف ذا كيسز، يعني كيس واهل الهاوس هولد ممبرز وهاي ما يحتاجون لا فاكسينيشن ولا فد شيء اخر. يعني الفيجيتاتيف فورم شباب شكل والسبور فورم شكل، انا حتى تتوفر عندي فد كميه جيده لنقل المرض المفروض عندي من 8000 الى 10000 سبورز، وهذه نادرا ما تكون بالدايركت كونتاكت، بس الدايركت اكسبوجر من السورس احتمال راح يعني يولد لي فد كيس. واضحه ان شاء الله؟ واضحه دكتور، شكرا. بس يعني اريد اسال سؤال شباب، period of communicability تشوفوها انتم يعني الاعم الاغلب احنا نتناولها بالانفكشيوس ديزيز، ما عدا اكو تو communicable ديزيز ما تناولناها period of communicability، اكو احد يتذكرهم اللي هو ما يصير بها يعني person to person contact، ما يصير بها person to person transfer الانثراكس والبروسيلا او حتى عافية يا جاوب مصطفى. نعم دكتور. من جاوب مصطفى؟ اي جي ماشي. انثراكس عندنا والبروسيلوسيس شباب، يعني احنا وقت المحاضرة الاولى اشرف على الانتهاء، احد عنده فت سؤال اخير حتى تكون محاضرتنا القادمة يعني العفو دكتور، الفاكسينيشن بالبريجننسي سيف لو لا؟ الفاكسينيشن بالبريجننسي والله يا هو يا اهل نزار. من الجاي؟ ها نزار. نزار محمد. نزار محمد علي. نزار محمد علي. يعني ما اي دونت نو بصراحه، بس والله يراد انه هم طلع عليه. حاول اليوم قدر الامكان تطلعها حتى المحاضره الجايه ان شاء الله اسالك فيها. ممنون. دكتور هو عموما الليف اتنويت. نعم بالنسبه للانيمويت العفو بي كونترا انديكيشن وبي كوشن، زين فالبريجننسي دائما بالليف اتنويت هي بيها في السبيسيفيك كوشنز، يعني الليف اتنويت
تنطيها الوحده بريجننت وعندها انيميا او عندها مثلا فد اذر كوموربيد كونديشن، كان يكون عندها جستيشنال دايابيتس او عندها اسمه يعني اتوقع سو ديفيكولت. نعم. بالنسبه للانيمالز هم اكو فد سبيسيفيك بروفيلاكسس لهم باعتبارهم يعني مصدر دخل اقتصادي؟ فاكسين انوال فاكسينيشن، انوال فاكسينيشن يلقوه. فاكسين هو الانوال فاكسينيشن ينطون. شكرا لك. شكرا شباب، يلا يعني تيك يور ريست. ونص